بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يسر لنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجب دعاءنا بكرمك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ابن مالك في ألفيته: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذه أيها الإخوة الكرام من خواص الاسم، أن الاسم له دلالات. يعرف الاسم أنه يدخل عليه حرف الجر، وحروف الجر معلومة لديكم، فحرف الجر لا يدخل على الفعل، وإنما تدخل على الاسم أو الأسماء. نعم، فالاسم يدخل عليه حرف الجر. فلذلك يقول الشارح رحمه الله تعالى ابن عقيل، يقول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت ذكر علامات الاسم، فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة. معلوم أن الاسم إذا كان مضاف وعند له مضاف إليه، وعلامة المضاف إليه أن يكون مجرورا. نعم، إذن الاسم يجر بالجر بحرف الجر والإضافة أيضا. نعم، كذلك والتبعية، لذلك نقول بدل. نعم، ماذا تعربه؟ بدل. الرحمن الرحيم، الحمد لله، لام حرف جر، الله لفظ الجلالة مجرور على التعظيم، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في أو على آخره. نعم، لله. ربي، ربي، ماذا نعرب ربي؟ مضاف إليه، ربي مجرور، هاي الإضافة. ما قال يعرف بدخول حرف الجر والإضافة. نعم، والتبعية العالمين، كذلك اسم وهو مجرور، وعلامة جره، من يقول لي من علامة جر العالمين؟ ما علامة جر العالمين؟ شاركونا يا أخواننا. من تكلم؟ نعم، الياء. أحسنت. لماذا بالياء؟ هل الياء علامة الجر؟ نحن نعلم علامة الجر كونها خفضة أو كسرة ظاهرة على آخره، لكن ينوب عن الكسرة أشياء في الجر، وهي الياء. في متى تدخل الياء نيابة عن الكسرة يا أخواننا؟ متى؟ إذا كان الاسم مجموعا جمع مذكر سالم. نعم، نقول العالمين. نعم، كذلك المسلمين، نقول مجرور علامة جره الياء، مش الياء والنون. ديروا بالكم، النون ما علاقة الجر، ما عندش علاقة في الجر، علامة الجر هي الياء. طيب والنون؟ ها، العالمين، المسلمين، ها. أحسنت، الله يفتح. هاي بدأ يطلع العلم ما شاء الله. هذه النون عوض عن التنوين فيما لو كان اسما مفردا.
ما معنى؟ يعني لو أفردناه هذا المسلمين إذا جاء مفردا كم ماذا نقول عنه؟ قل من؟ مسلم. مسلم يوجد تنوين، هذا التنوين يلفظ ولا يكتب، نعم لا يكتب وإنما يلفظ، لكن لو ثنيناه أو جمعناه هذا التنوين أو هذه النون الساكنة الزائدة التي تلحق أواخر الأسماء المعربة في حال التثنية أو الجمع تظهر، لكن في إعرابها نقول عوض عن التنوين فيما لو كان اسما مفردا. يعني لو رجعنا للمفرد هذه النون تلفظ ولا تكتب، لكن إذا ثنيناه أو جمعناه العكس، تولي النون تلفظ وتكتب. نعم هذا معنى النون عوض عن التنوين فيما لو كان اسما مفردا. ثم قال والتبعية نحو مررت بغلام زيد الفاضل، هذا المثال مررت، هذا ماذا نعرب مررت؟ نعم ارفع صوتك، فعل. مش أنت اللي أذنت؟ من الذي أذن؟ والله عجبني صوته ما شاء الله، الله يفتح عليه. أين المؤذن؟ أين المؤذن؟ نعم أحسنت، أحسن الله إليك. فعل ماضي مبني إذا قرأت أو تكلمت أعرب وأفصح، ما تقول فعل ماضي مبني على فعل ماضي، هذا إعراب عكاز أعمى. شو معنى عكاز أعمى؟ الرجل الأعمى اللي يمشي بالطريق يفعل هكذا، هذه عرسة ابعد عليها. لا، الذي يتكلم ولا يعرب، يعني مثله مثل عكاز الأعمى، يعني الرجل الأعمى لازم إذا تكلمت فأعرب، يعني بين الفاعل والمفعول وهكذا. نعم تقول فعل ماض مبني. نعم أيوة أحسنت، وسكن مرر. مرر أين السكون؟ أين وقعت السكون؟ على الراء. مرر تو هذه التاء. طيب مررت ماذا نعرب هذه التاء؟ أنت أخونا تو ضمير متصل مبني على الضم، لا نقول الرفع، الرفع إعراب، نحن قلنا مبني، البناء الضم للبناء والرفع للإعراب، خذوها. وقال ابن مالك، شوف اللي يحفظ الألفية يسهل عليه، والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. شايف هذا البيت يبين متى نقول مرفوع ومتى نقول الضم. الضم يكون للبناء نقول مبني على الضم، والرفع يكون للإعراب نقول مرفوع. إذا قلت مرفوع فهو معرب، وإذا قلت مبني ما تقولش مبني على الرفع، مبني على الضم. فالضمائر ثقوا تماما في الخريطة موجودة هنا، الضمائر كلها مبنية، فماش ضمير معرب، كلها مبني. مثل ماذا الضمائر؟ مثل هذا المثال مررت تو، هذا التاء المضمومة ضمير، نقول ضمير متصل، هذا يحفظ الإعراب، الإعراب هذا يحفظ بصما، يعني ما فيش فلسفة. تقول التاء ضمير متصل، ما هوش منفصل، متصل، مررت مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب مررتي، مررتي ماذا نعرف مررتي؟ مررتي فاعل، التاء فقط فاعل، ضمير متصل. أيوة. وعلامته مبني على ماذا؟ على الكسر. أحسنت، أيوة، في محل رفع فاعل. طيب مرر أنت اللي حاطط تستيلو في فمك، مررت شنو هو نعرب التاء؟ ضمير متصل. نعم ما سمعت؟ مبني مررت،
على الفتح، الله يفتح عليك، سمعتها من النسوة. نعم، مبني على الفتح. نعم، في محلي، ما نقولش فاعل، في محلي رفعين فاعل، شايف؟ سواء قلت تو لأنه هذا ضمير المتكلم، تاء المخاطب، ها؟ أما إذا قلنا مرت، مرت شيخ محمد علي، ماذا نعرب التاء في مرت؟ مرت تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، هذه ليست ضمير، اكتبوها. لا محل لها. نعم، إذا قلت مررت التاء فاعل، مررت التاء فاعل، مررت التاء فاعل، أما إذا مرت هذه التاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. نعم، لازم تشوف العلم قيد والكتابة صيد، قيد علومك بالحبال الواثقة، قيد علومك بالحبال الواثقة. كيفاش يعني؟ اكتب حتى لا تنسى لما ترجع إلى البيت، ها، تتذكر هذه المعلومة. طيب نواصل. قال مررت بغلام زيد الفاضل، نقول الفاضلي ولا الفاضل؟ الفاضلي، هذه التبعية، هذه التبعية. قال لك الجر بالحرف والإضافة والتبعية. حرف الجر هي بغلام، الباء دخل على الاسم، زيد هذه الإضافة، التبعية الفاضلي، يعني نقول هذا الفاضلي بدل، هذا معنى. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية. طيب، قال وهو أشمل من قول غيره، يعني من قول غير ابن مالك في الألفية بحرف الجر، لأنه غيره قال يعرف بحرف الجر فقط. من الذي قال هكذا مثلا؟ ابن آج الروم. ليش؟ لأنه معلومة يقدمها لطفل عمره 5 سنوات، طفل يا أخواننا. هذه الآج الرومية جعلها ابن آج الروم وألفها للصبية، ما كان يعلم أنه سيأتي زمان أن هذه الآج الرومية سيعجز عن فهمها كبار الرجال في زماننا. في زمان يقول لك والله هذا زيتوني، يجي يقول له انت زيتوني؟ اي زيتوني. قاري الأجرومية، يخسر الأجرومية حاجة كبيرة. قاري الأجرومية، يعني إذا قاري الأجرومية يعني صار زيتوني. وينك وين؟ هذه الأجرومية للصبية للي أعمارهم 5 سنوات و6 سنوات، ها، عبارة عن مقدمة أهداها لهذه الصبية حتى إذا ما ختم 60 ثم أراد أن يدخل في بطون وأمهات كتب النحو لا يعجز، ما يشوفش يعني حاجة كبيرة مثل الصخرة، صخرة كبيرة، ها، يتعقد منها، لا، فعنده معلومة لا بأس بها، يستطيع أن يفهم علم النحو من كل كتاب أو من أي كتاب. نعم. طيب، قال تفضل. شكون جيت؟ تفضل. نعم. وين الكسرة الظاهرة؟ أين؟ مي. طيب، يعني معناها اسم الجر نجم نعرفه؟ لا، لا نقول اسم جر، صحيح المعلومة، الاسم المجرور، لكن الحرف حرف جر، والاسم مجرور هو مفعول. نجم نعرفه بحرف الجر الباء. أيوة، طبعا هذيك علامة، الكسرة يعني حركة، والفتحة حركة، والضمة حركة، والسكون حركة، سكون حركة، نعم سكون يعني حركة. انت باش تأتي بالسكون مش بتستعمل حركة اللي هي اخرج القلة الجيم، أليست حركة؟ نعم، هذه فيها خلافات بين يعني علماء اللغة، لكن في الأصل لا مشاح حتى في الألفاظ. نعم، سكون أو حركة. فلما تقول مررت بغلامي، الباء حرف جر،
والاسم نقول اسم جر، نقول اسم مجرور بماذا؟ بالباء، وعلامة جره الكسرة. علامة الجر، الجر هي علامة حركة يعني، الكسرة الظاهرة نقول مش مقدرة، أحيانا تكون الكسرة مقدرة مثل ماذا؟ موسى، أحسنت، نعم موسى، تقول جاء موسى، ماذا نعرب موسى؟ فاعل مرفوع وعلامة، لا ما تنسى بالضمة، ربي إن شاء الله يبعثك تكون يضمك إلى صدري، لا نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، وين الآخر بتاعه؟ الألف المقصورة، منع من ظهورها، يعني ما الذي منع من ظهور الضمة؟ التعذر، التعذر، تعذر، نقول والله أيها الإخوة الكرام تعذر وجود رئيس البلدية أو وزير الأوقاف أو وزير الشؤون الدينية، يتعذر وبعث وحل محله نائبه، كسر الغصن، فالغصن نائب فاعل، نائب وزير الشؤون الدينية، نعم يبعث نائب، ما هكا ولا؟ معقول يخلي الحفل من غير يعني شاغر، من غير إنسان له محل؟ لازم يأتي إنسان له محل فيملأ الفراغ، نعم، طيب، نعم. ما معنى تحب تفهم مقدرة؟ نحي الطربوشة من على رأسك، متى أضع العمامة متى تعرفوني؟ أما حاط الطربوشة ما تدخلش المعلومة هكاك، تبدأ تفركسني باش تخفى مش ريزو، هتوا الريزو دخل في طاطية، الحمد لله. يسأل صديقكم ما معنى مقدرة؟ نعم ضمة أو فتحة، مقدرة يعني قدرناها تقديرا، ليست ظاهرة. لما تقول بغلامي، بحرجر غلامي، الكسرة هذه من جات؟ من أين أتت؟ تأثر الاسم لدخول حرف الجر عليه. طيب لما أقول مررت بموسى، موسى، بموسى، وين الكسرة؟ قل لي الكسائي يجيبها، ولا حمزة، بموسى الإمالة، لكن الكسرة هنا تعذر وجوده، فنقول مقدرة، نقول اسم سواء كان ضمة أو فتحة أو كسرة، نقول إذا ضم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، هذا يحفظ الكلام، منع من ظهورها التعذر. طيب رأيت موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. طيب مررت بموسى، الباء حرف جر، موسى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. شايفين الاسم قد تظهر عليه، هذا كله مذكور في هذه الخريطة، هي موجودة هنا، قد يكون الاسم معربا وقد يكون مبنيا كذلك. نعم طيب شكون عنده سؤال آخر قبل أن نعم؟ في المثال الذي كنتم تذكرونها الآن رأيت موسى، نعم موسى مفعول بمنصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة أم لا؟ ما قلنا المقدرة، مش قلنا المقدرة، هي الفتحة التي على حرف السين، ليست دليلا، ليست فتحة، هذه ألف، ألفون، ألف مقصورة، نعم ساكنة، نعم لا السين بعد ألف، ما قلناش موس، قلنا موسى، أليست ألفا؟ سا بعد السين ماذا وجد؟ ألف، وجد ألف مقصورة، فالضمة أو الفتحة أو الكسرة تعذر وجودها لوجود ماذا؟ لأنه اسم مقصور، مقصور، نعم وهكذا. غيره سيادنا شيخ محمد علي، تفهم مش تهزلي براسك برك، نحي من على راسك مش تفهم، الله يشفيك ويعافيك يا رب، اسأل الله العظيم لك الشفاء ولجميع مرضى المسلمين. نعم نعم موسى، ليس فعل، اسم،
اسم موسى اسم، مازلنا ما دخلناش في الفعل نحن يا جماعة، مازلنا توا في الاسم. قلنا علامات الاسم الجر قبل ما ندخل للتنوين، لأن التنوين متشعب راهو. هاو التنوين كذلك عمله تشجير، التنوين أقسام ومش صعيد يعني، ما فيش أسهل منه والله، أسهل من أكل الحلقوم، الحلقوم السادة ولا الحلقوم اللي بالجسم بالفزدق. نعم، ما سؤالك؟ نعم صوت. ارفع صوتك، ارفع. نعم نعم، هدى موسى مصطفى. نعم، اما تقول لي رماء قلت لا غادي يقف، لانه رماء فعل، فهمتني؟ موسى اسم، مصطفى اسم، قاضي اسم. نعم، من قضى يقضي فهو قاض. نعم، هذه اسماء. واضح؟ طيب غيروا اخواننا، لا باس الحمد لله. طيب، قال مررت بغلام زيد الفاضل. طيب، قال اشمل من قول غيره بحرف الجر، هو قال هنا ابن مالك بالجر، ثم الشرح ابن عقيل يقول اشمل، يشمل الجر بالحرف والاضافه والتبعيه، نحو مررت بغلام زيد الفاضل. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. هذا يعني الذي قال بالجر فقط، لما يقول الاسم يعرف بالجر فقط ما تناول الإضافة والتبعية، بينما ابن مالك ذكر هذا. ثم قال ومنها التنوين، ما قال بالجر والتنوين، التنوين قال على أربعة أقسام. نعم، التنوين على تنوين في الاسم، التنوين الذي يلحق الأسماء. نعم، ما هو التنوين؟ لا، ما هو التنوين؟ من يعرف التنوين؟ نون لا مش زائدة، ساكنة. لابد من ذكر كلمة ساكنة، هي نون ساكنة زائدة. أنت طبعا نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء المعربة وتلفظ، نعم، ولا تكتب. نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء المعربة. نعم، تلفظ ولا تكتب. تلفظ يعني نتكلموها، نقول ماذا؟ زيد، زيد، يعني لما تكتب زيد تثبت النون خطا بالرسم؟ لا، وإنما يعني هذه تلفظ فقط. نعم، وسيأتينا سبب هذا في التنوين. نعم، فلذلك قال التنوين يا أخواننا على أربعة أقسام، التنوين على أربعة أقسام. من رفع يده وقال يريد أن يقرأ؟ تفضل، لكن القراءة صحيحة الله يرضى عليك. ومنها التنوين. نعم، هو على أربعة أقسام. نعم، تنوين التنكين. ارفع صوتك. تنوين التنكين. نعم، وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل، إلا جمع المؤنث، إلا جمع المؤنث نحو المسلمات. نعم، إلا نحو مسلمات. نحو عندك ألف ولام؟ نعم، ما تجي من عندك. نعم، نحو مسلمات. لا لا، بين بين، فصح. مسلمات، مين الشاهد؟ وين الشاهد؟ تين. نعم، وإلا نحن جوار. لا، ليس جوار، جوار وغواش. وغواش جوار جمع جارية. جارية، ما هي الجارية؟ ها؟
ليش لماذا تضحك؟ ما هي الجارية؟ الجارية هي التي تجري في حوائج أهلها. البنت صغيرة لما تكون عمرها 9 10 سنين قل لها يا بنتي الله يرضى عليك برا بشي السمان أو العطار أو الجربي وقل أجيب لي غرض الفلاني، تمشي كالسهم وتجيب لك غرضك، فسميت جارية. لكن تكبر شوية قل لك أنا عم مشني لاية شوف غيري. أما في ذلك العمر فهي تحب، سواء كانت يعني طفل فتى أو فتاة، نعم، فتجري في حوائج أهلها، لذلك سميت جارية. ولكن كلمة جارية في الأصل يعني لا عدة معان. الجارية تطلق على الأمة أيضا، جارية كانت الإماء تباع في الأسواق، يشتري جارية ليضعها ليجعلها في خدمة أهل البيت، في البيت في الخدمة تكون خادمة فهي جارية أيضا. نعم، كذلك الجارية في الجنة، نعم، جوار في الجنة. المسلم لما يكون في الجنة يدخل الجنة يرى الجواري لا عدد لهن، لا يحصرهن أو لا يحصرهن عدد. نعم، فلذلك مثل العين، العين تطلق على كذا عدة أشياء، تطلق على النفس وتطلق على الجاسوس وتطلق يعني العين على أشياء كثيرة مذكورة هذه في كتب خاصة. المهم، فتنوين التمكين قال هو اللاحق للأسماء المعربة، تنوين التمكين اللاحق للأسماء المعربة. إذا قلنا المعربة يعني شنو؟ ما معنى معربة؟ ما معنى معربة؟ يعني تتغير أواخر الكلم فيها على حسب العوامل الداخلة عليها. يعني أحيانا اسم يكون فاعل ثم في نفس الوقت يولي مفعول، في نفس الوقت ينقلب إلى اسم مجرور، فهذا اسم معرب. معرب تقول جاء علي، فعلي فاعل، رأيت عليا، علي نفسه صار مفعول به، مررت بعلي صار اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. هذا معنى أسماء معربة. نعم، كزيد رجل، شوف سبحان الله، جاب زيد اسم علم ورجل اسم علم نكرة، جاب اسم معرفة واسم نكرة حتى يمثل على النوعين، يأتي بمثال لكلا النوعين في المعرفة والنكرة. نعم، وهذا المعرفة والنكرة أفرده ابن مالك بباب خاص مستقل وقال باب النكرة والمعرفة، مش نقرأه إن شاء الله في الألفية أيضا بعد قسم المبني والمعرب والمبني. نعم، ولذلك قال كزيد، شو الشاهد في زيدين؟ مش الكسرة، التنوين، دين مش الكسرة، اضبطوا الشواهد يا أخواننا، هو يتكلم على التنوين، وهذا التنوين ماذا يسمى؟ التمكين. تمكين. ما معنى التمكين؟ كونه اسم متمكن، هذا اسم متمكن. معناه أنت بشجينا اسم غير متمكن. الاسم الغير المتمكن ما يسمى ب لا الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف مش متمكن. مثل ماذا الممنوع من الصرف؟ عمر، جاء عمر، رأيت عمر، مررت بعمر، ما قالش بعمري. لماذا؟ قال لأنه اسم ممنوع من الصرف. كذلك جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد. ليش أحمد؟ قال هذا ممنوع من الصرف، والمانع له علتان فرعيتان من علل تسع، وهي العلمية والوزن الفعل، وزن أفعل. كل اسم على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف. نعم، هذا بشكل سيأتي معنا أيضا. فلذلك هنا قال الاسم التنوين التمكين يلحق الأواخر الأسماء المعربة. فهمتوا ايش معنى التمكين؟
التمكين لا يكون يعني الاسم إذا كان تنوينه فيه تنوينا تمكينيا فهو اسم معرب، وإذا ما فيهش تنوين فهو اسم ممنوع من الصرف. نعم. طيب، قال إلا جمع المؤنث السالم، اللي هو جمع المؤنث السالم مثل ماذا؟ مسلمات، هذا التنوين الذي لحقه تنوين تمكين، لا ليس تنوين تمكين، نعم ليس تنوين تمكين. قال إلا جمع المؤنث نحو مسلمات، تن هذا التنوين مش تمكين. قال وإلا نحو كذلك جوار وغواش، وسيأتي حكمها. يعني ما تقلقش روحك يا أيها الطالب، يا طالب العلم لا تزعج نفسك، سيأتي البحث عنها، حطها على جنب. يعني ما أنتم تمشيوا في الانترنت ولا في الكمبيوتر، ساعات حاجة تعمل لك تحط على جنب تخبيها، ها تقول هذه توم بعد تلهى بها، ها وتمشي تتوغل في غيرها. نعم، هذه المعلومة قال لك أصبر علي سيأتي البحث عنها، اللي هي شنية؟ مسلمات وغواش وجوار. نعم، هذا بالنسبة لتنوين التمكين. الثاني اقرأ. وتنوين المقابلة. لا، وتنوين التنكير. نعم، وهو اللائق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسيبويه. لا، شفت اللي ما بسيبويها، شنو هو سيدي؟ سيدي قاعد على الكرسي. الثانية سيبويهم. مررت بسيبويها وبسيبويهم آخر. أيوة، توا تبينت المعلومة، لأن كلمة سيبويه ذكرت مرتين. نعم، طبعا نجم تقول مررت بسيبويها أو بسيبويه، الثانية تقول وسيبويهن. شو الشاهد في هذا المثال؟ قال إذا رأيت سيبويه وهو ذلك العالم صاحب الكتاب، صاحب الكتاب، تقول مررت بسيبويها. نعم، أما إذا قلت مررت بسيبويهن فهو نكرة، نكرة. إذا نون نكر، إذا نون نكر صار نكرة. لذلك قال مررت بسيبويه وسيبويه آخر، يعني بزوز اثنين، واحد اسمه سيبوي والثاني سيبوي، لكن الأول المعروف ذاك الرجل العالم في اللغة، والثاني نكر ما عرفه فلذلك نونه. نعم، إيه تقرأ مررت بسيبويه وسيبويه آخر، الثاني يجب تنوينه، لذلك كمشكولة بسيبويه آخر. نعم، إذا مررت بسيبويها، يمكننا تقرأ سيبويها أو سيبويه بدون تنوين. بدون تنوين، هذا كما معروف الرجل العالم. مرة بالفتحة ومرة بالكسرة في آخرها. لا، مش هو الثاني غير الأول. أي. لا لا، يمكن تقول بسيبويها أو سيبويه. نعم، لأنه اسم ممنوع من الصرف. لا، هذا اسم مركب تركيب مزج، اسم مركب تركيب، هذا كله مستخدم كذلك. سيأتي معكم الاسم قد يكون مركبا تركيبا إضافيا مثل عبد الله، أو تركيب مزج كسيبويه وبعل بك. نعم، هذا سيأتي معكم، ما تزعج نفسك، يعني ما تقلقش روحك، كله سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. المهم خذ المعلومة في هذا البحث أن الاسم سيبويه إذا نكر نون، إذا تحب تنكره نون،
وإذا تحب تخليه معرفة أزح عنه التنوين، نحي منه التنوين يولي معرفة. نعم. مثلا ربما الأسماء تتكرر وتشتبه، تتشابه الأسماء، لكن الألقاب والكنى لا تتشابه. نعم، وهذا مذكور في علم مصطلح الحديث. نعم، فلذلك لما تقول مررت بسيبويها وسيبويه آخر، السامع يعرف أن ذلك الثاني نكرة، ما عرفتوش أنت، فلذلك نونته. واضح إخواننا؟ واضح؟ مفهوم؟ نعم. شو سيبويه؟ نعم، ارفع صوتك. سيبويه. نعم. نونته. إذا نونته فهو نكرة. تقول مررت بسيبويه، يعني مش سيبوي صاحب الكتاب، يعني كأنك قلت مررت برجل مش معروف. قالوا والله قالوا أنه سيبوي لكن لا أعرفه، فتنكره فتنونه فتقول سيبويه. ما إذا كان معرفة معروف لديك فتقول مررت بسيبويها. واضح؟ ولا أي اسم، مش أي اسم. مررت بزيد، زيد هذا اسم لحقه التنوين والتنكير. لا تنسى نحن طوى في تنوين ماذا؟ في التنوين ماذا؟ التنكير، مش تمكين، التنكير نكرة. نعم، ما قلنا التنوين على أربعة أقسام، خذينا التنوين التمكين اللي هو زيد، ها، وتوى خذينا التنكير نكرة، يعني مثل سيبويه وسيبويهن. نعم، فسيبويه الثانية نكرة وسيبويه الأولى معرفة. واضح؟ خذوا هذه المعلومة بركة، ما تقلقش روحك وما تخوضش في أشياء أخرى. نعم، الثالث. نعم، لا لا، زيد، زيد أو مثلا هنا رجل، قال كزيد ورجل. زيد هذا التنوين من أي الأقسام؟ تنكير ولا تمكين؟ تمكين. طيب سيبويه تنوين هذا ماذا؟ تنكير. نعم، هذا هذا اللي نحبكم تفهموه بركة، هكاو ما تقلقش روحك، ما تكثرش معلومات برشا، لأن هذه المعلومات كلها باش تجي تباعا في الكتاب موجودة. خذ المعلومة هذه برك، التنوين على أربعة أقسام، تنوين التمكين كزيد ورجل، وتنوين التنكير مثل ماذا؟ رأيت أو مررت بسيبويها وسيبويه آخر، هذا هو. جيب الثالث، تنوين الثالث. وتنوين المقابلة. نعم، وهو اللائق لجمع المؤنث السالم. نعم، نحو مسلمات. نعم، أنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. هذيك تتذكروها اللي قريناها في الأول وقت في تنوين التمكين، قال إلا جمع المؤنث السالم، ها في الكتاب، هذا جمع المؤنث السالم مسلمات. التنوين هذه بتاعه، يعني هل هو تنوين تمكين؟ قال لا، هذا التنوين ما هوش تنوين تمكين، هذا تنوين مقابلة. مقابلة ماذا؟ قال في جمع المذكر السالم نقول مسلمين فالنون تثبت، أما مسلمات النون تثبت؟ لا تثبت، وإنما توضع تاء فقط وتحتها كسرتين. نعم، ولا نكتبها التاء. فهذا التنوين في مسلمات يسمى تنوين المقابلة. مقابلة ماذا؟ جمع المذكر السالم، نقول مسلمين. نعم، في تنوين التنكير مثلا في بسيبويه آخر، هذا التنوين في كلمة بسيبويه لماذا لا يعتبر تنوين تمكين وتنكير في نفس الوقت باعتبار أن لا 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 سيبويه لا يمكن أن هي معناتها اسم معرف. تنوين هذا اسمه تنكير وليس تمكين. التنوين التمكين يدخل في الأسماء المعربة، قال وهو اللاحق للأسماء المعربة. سيبويه مش معرب، تو يمر معاك. واضح إخواننا؟ طيب أعطينا الثالث، الرابع. وتنوين العوض. نعم، وهو على ثلاثة أقسام. القسم الرابع، التنوين الرابع يسمى تنوين
العوم وتنوين العوض على ثلاثة أقسام. هات ألف عوض عن الجملة. أيوة تنوين عوض عن جملة مثل وهو الذي يلحق إذ. أيوة عوضا عن جملة تكون بعدها. أيوة قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. أيوة أي حين إذا بلغت. لا خلاص خلاص ما عرفش تقرأ هذيك. خلينا قبل ما تكمل حين إذ ذلك مش إذا حين إذ حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. نعم وليس حين إذا. قال تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. هذا يسمى التنوين. تنوين ماذا؟ عوض عن جملة. يعني حذفت جملة كاملة وعوض عن الجملة بماذا؟ بإذ. هذه حينئذ. نعم وضعت إذن وحذفت الجملة. ما هي الجملة المحذوفة؟ حينئذ بلغت الروح الحلقومة. أليست جملة؟ جملة. حينئذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون. فهذه الجملة حذفت وعوض عنها ماذا؟ حينئذ. إذ هذه. فهذا يسمى تنوين عوض عن جملة. عوض عن جملة. كمل سيدي. فحذف نعم. وأتى بتنوين عوضا عنه. نعم هذا الباء يعني القسم الثاني. القسم الأول تنوين عوض عن جملة. الثاني باء قسم يكون عوض عن اسم. باء وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوض عما لا 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 لا, لا. وهو اللاحق لكل لكل لكل. ما قلنا اسم. ما هذا هو الاسم اللاحق لكل. أيوة عما تضاف إليه. عوضا عما تضاف. فإذا تقول لكل رجل أو لكل حافظ هدية. لكل حافظ هدية. نحي كلمة حافظ هذيك المضاف التي أضيفت إليه وتقول لكل هدية. لكل هذا التنوين يسمى التنوين ماذا؟ عوض عن اسم. نعم شوف اختصار اللغة العربية مبناها. اللغة يا أخوانا العربية مبناها على الإيجاز. على الإيجاز لكن من التطويل كلة الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. فنقول لكل هدية. هذه التنوين يسمى التنوين عوض عن اسم. تنوين عوض عن اسم. في عوض تقول لكل حافظ هدية تقول لكل هدية. نعم فلذلك قال وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه. فهمتها؟ طيب شكون ما فهمش؟ فهمت؟ شنو اللخ؟ الله يجعلنا في اللخ. نعم اللاحق لكل كمل لكل عوضا عما تضاف إليه. لكل عوضا عما تضاف إليه. نعم في عقول لكل حافظ هدية. معايا؟ نحيو كلمة حافظ ونعوض كلمة حافظ محله التنوين تولي لكل هدية. هذا التنوين عوض عن الاسم. هذا الاسم. فهمت؟ مفهوم؟ هذا معنى هذا التنوين عوض عن اسم. التنوين الأول عوض عن جملة وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ هذا التنوين في حينئذ عوض عن جملة. ما هي الجملة؟
حين إذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون. حذفت هذه الجملة وعوض عنها ب حين إذ. نعم. هذا فعل جملة، هذا يعني اسم. لكل هدية، نقول لكل حافظ هدية. نحي كلمة حافظ ونختصر الكلام فنقول لكل هدية. نعم، زيد سيدي. كل قائم. ها؟ أو جاب مثال. كل قائم. زيد. كل إنسان قائم. ها؟ حذف كلمة إنسان لأنه اسم. ها؟ وعوض عن كلمة إنسان بالتنوين. كل قائم. أصلها كل إنسان قائم. أو بشوف واحد يده يقول لي سيدي شنو معناتها قائم؟ فهمت معناتها قائم؟ معناها ماذا؟ ها؟ بنت الواقف. نعم، بنت الواقف. نعم. المعنى كله قائم. ايوه، كل ما يهمنيش انا كلمه كل انسان قائم. تستطيع ان تستغني عن كلمه انسان بالتنوين فتقول كل قائم. ها؟ موجود في كتاب الله عز وجل. أيوة، أحسنت. أي نعم، زيد سيدي. مفهوم؟ فحذف إنسان فحذف إنسان. نعم. بالتنوين عوضا عنه. لا عاد أعطيك جملة على جملة. تقول فحذف إنسان وأتي بالتنوين عوضا عنه، مش تقول فحذف وأتى. حذف وأتي. تقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تقولش وسلم. ليش؟ لأنك قلت وصلى وسلم. إذا قلت وصلي تعطف عليه تقول وسلم. نعم، وهذا نفس الشيء هنا أيضا. يلا عود العبارة، عيدها. فحذف إنسان. نعم. هي بالتنوين عوضا عنه. أيوة، نعم. وأتي يعني حذف كلمة إنسان أو هدية وجاء بالتنوين عوض عن ذلك الاسم، فهذا يسمى التنوين عوض عن ماذا؟ أنت عن اسم. أحسنت. يلا جيم، يعني القسم الثالث. وقسم يكون عوضا عن حرف. نعم. وهو اللاحق لجواب وغواشم. أيوة. ونحوهما رفعا وجرا. نعم. نحو هؤلاء جواب. نعم. ورب بجواب. نعم. نعم. وأتي بالتنوين عوضا عنه. أيوة، لما تقول جوار غواش هذا تنوين، لكن تنوين عوض عن ماذا؟ عن حرف. مش أخذنا ثلاثة أنواع في التنوين، تنوين العوض، تنوين عوض عن جملة، وأنتم حينئذ تنظرون، أيوة أنتم حينئذ بلغت الروح الحكومة تنظرون، وتنوين عوض عن اسم مثل ماذا؟ كل قائم، كل إنسان قائم. والآن تنوين عوض عن حرف مثل ماذا؟ جوار وغواش. أصلها جواري غواشي. سمعتم الياء؟ يعني حتى نحذف هذه الياء. كذلك فعل ماض، نقول فعل ماضي. إذا يعني أردت أن تنونه يولي هذا تنوين عوض عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن حرف. نعم، الحرف اللي هو الياء. في عوض تقول ماضي تقول ماضٍ. كذلك جواري جوارٍ، غواشي غواشٍ. نعم. وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، كقوله أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. أقلي اللوم، هذا بالظاهر مرته مش مخليته مرتاح، ما متعبته مسكين، فقال لها أقلي يعني خفي عليها شوية. وين تحرك وانت تتبع فيها؟ قعدت لهنا تجيب جنبي، نمشي غادي تجيب جنبي. وين كنت؟ وين مشيت؟ هات تليفونك، هات الراقبه، أشكون هذا؟ وهذا شنو؟ وهذه والتصوير الوين نحي علي من حد يعني في الاخر الترشق. ها، وتكلمت جنابه فقال لها
أقلي مش قليني يعني أقل يعني من التقليل أقلي اللوم عادلة والعتابا. ما معنى عادلة؟ هي اسمها يا عادلة لكن جيء بها للمنادى المرخم. نعم أصلها عادلة يا عادلة والعادلة يا عذولي كف اللوم يا عذولي كف اللوم يعني الذي دائما يلوم ودائما لا يعجبه لا الأبيض ولا الأحمر فدائما يعني يلوم الإنسان فيسمى عادل. نعم فقال لها أقل اللوم عادل والعتابا معاش تعاتبيني وقولي إن أصبت وقولي إن أصبت لقد أصاب. ما تجيش تقول لي لا مش كل حاجة نعمل لها أنا مش باهية هذا معنى الكلام كل حاجة أقوم بها هي غير صحيحة وما هيش أصلية وأنا نجيبها خير منك مين شريتها هذه نشريها خير منك نجيبها أقل منك زادة غالية تغلوا عليك غشوك. نعم وات من هذا الباب. فلذلك قال أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. فهذا التنوين ماذا يسمى؟ الترنم. ترنم. وهذا التنوين على فكرة لا يلحق إلا في الشعر لا يكون إلا في الشعر. نعم كذلك قال فجيء بالتنوين بدلا عن الألف لأجل الترنم يعني وقولي إن أصبت في الأصل يقول لقد أصاب نعم لكنه قال أصابا أصبح التنوين يلحق الأسماء والأفعال لكن لا يلحق الأفعال إلا في الشعر أما الفعل يكون هكذا في النثر لا وإنما يكون في الشعر. نعم وكقوله أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد هذا تنوين أيضا الترنم. نعم أزف الترحل يعني قرب الرحيل مش مزال ومش يسافر ماشي أزف نعم الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد بالظاهر مزال مش مجهز حاله ما هوش حاضر ايش معناتها حاضر؟ ايش معنى حاضر؟ قالوا هيا حاضرين مجهزين حالكم قالوا حاضر قالوا لا تفصيل مش حاضر ايش معنى تفصيل؟ لا قالوا حاضر قالوا لا تفصيل يعني فما الناس يشريوا لباس حاضر وفي ناس تلبس لباس تفصيل تمشي للخياط ياخذ القياس يقول له بعد شهر تلقى لباسك جاء حاضر. نعم قالوا حاضر قالوا لا تفصيل. نعم اللي فهم فهم واللي ما فهمش الله يفهمه. نعم ركابنا ما بي غير أن ركابنا لما تزل ركابنا الأمتعة السيارات سيارة نقل ناقلة الدواب لا الشاهد مش بركابنا قدن قد هنا الشاهد تنوين الترنم أصله وكأنه قد حرف تحقيق. نعم قال وكأن قد الكلمة الأخرانية. نعم كذلك والتنوين الغالي نعم في التنوين العوضي عن حرف نعم ترجعنا للحرف احنا في الترنم الله يهديك الله يهديك هات شبيه الترنم التنوين عوض عن حرف نعم فحذفت الياء اي ياء يعني غواشي جواري ماضي ذكرت هذه صوتي بح منها فنقول ماض جوار غواش فهذا التنوين تنوين عوض عن حرف فيك بارك الله. طيب قال والتنوين الغالي وأثبته الأخفش وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق
لو كان يتكلم بالانجليزي راه فهمناه. وقاتم الاعناق الاعماق خاوي المخترق، نعم، وقاتم الاعماق خاوي المخترق كثير من الامكنه التي لا يهتدى او لا يهتدي احد الى السير فيها لشده التباسها وخفائها. قد اعملت فيها ناقتي وسرت فيها، يريد انه شجاع شديد الاحتمال. يعني دخل في طريق متشعب كثير الشعاب، لكنه عرف الطريق ووصل الى المكان الذي يريده. نعم، هذا معنى وقاتم الاعماق خاوي المخترق. نعم، المهم هذا المخترق هذا اسمه تنوين ماذا؟ تنوين الغالي، ولا يكون إلا في الشعر. ثم قال: وظاهر كلام المصنف أو المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم. أن التنوين كله خبر أن، نعم، أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، وليس كذلك، مش صحيح، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة والعوض. وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف اللي في الشعر موجودين اللي ذكرتهم توا. ومن خواص الاسم النداء، نحو يا زيد والألف واللام، نحو الرجل والإسناد إليه، نحو زيد قائم، هذه كلها من خواص ماذا؟ الاسم. نعم، أصبح من خواص الاسم ثلاثة: النداء، يا زيد الألف واللام، الرجل الإسناد إليه، زيد قائم، يعني أسندنا القيام إلى زيد. هذه من خواص ماذا؟ الاسم. نعم، فمعنى البيت حصل ما قال هو في البيت بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. معنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، يعني الإخبار عنه. واستعمل المصنف أل مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل بن أحمد الفرايدي. واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد إليه، ليش؟ لأنه الإسناد والإسناد مسند الإسناد إليه هذه في علم البلاغة، أما في علم النحو استعمل كلمة مسند. مسند معنى المسند ماذا يقصد؟ يعني الإخبار عنه. لما قال ومسند للاسم يعني أخبرت عن الاسم. لما تقول زيد قائم ماذا فعلت؟ أخبرت بأن زيدا يعني أثبتت عليه له القيام، فهذا يسمى مسند إسناد. ومسند للاسم تمييز حصل. نعم، هذا هو، وبالله التوفيق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجب دعاءنا بكرمك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم. كأين أمس حيث والساكن كم. كأين أمس حيث والساكن كم. والرفع والنصب اجعل إعرابا. لاسم وفعل النحو لن أهابا. لاسم
والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل النحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبن بالألف فارفع بضم وانصبا فتحا وجر فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.